صحابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله العيادة المسموعة. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميعا مستمعينا الكرام بحلقة جديدة من طبابة ألف. رح أكون فيها معاكم أنا أمينة العبدالله وأيضا الدكتور نزار بهبري استشاري أمراض باطنة وأيضا معدية. لكل اللي حابين يتواصلوا معنا في حلقتنا اليوم، شنو مكان سؤالكم أو استفساركم اللي حابين تطرحونه، طبعا مستشفى الدكتور سليمان فقي. لكل اللي حابين يتواصلون اليوم مع الدكتور نزار، كل عليكم بس أنكم تشاركونا بأرقامنا المعتادة عبر الاسمس. طبعا مشتركين اس تي سي راح تكونون على 84770، موبايلي 6406660، زين 7462 62، وبالنسبة لخط هاتفنا المباشر والمجاني 012-61-61-100، وصفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @الفلفافام وآت دكتور نزار. أنا حاطة أكاونتا وأنا متوقع اليوم دكتور نزار يعني السؤال الأخير هذا كثير الكل راح يسأل عليه، وأيضا أمين العبدالله A3M4E. مساك الله بالخير دكتور نزار، حياك الله معي في طبابة ألف. أهلا وسهلا بك يا أمين وبجميع المستمعين، حياكم الله. يحييك ويبقيك. أمراض باطنة معدية، المعدية خلي السؤال هذا راح يكون آخر شيء، ورح نتكلم عن شغلة يعني يمكن تحت الهواء اختلفنا كثير عليها ما بين معدية وما ما بين هربس وما بين إنها هربس. بس خلينا في البداية نتكلم عن يعني أكثر الأمراض اللي بتجيك دكتور، أمراض الباطنة، شنو أكثر شيء بيجيك في العيادة بيشتكون منها؟ الحقيقة طبعا يعني إحنا في المجتمع السعودي غالبية عيادات الباطنة تشتكي فيها من نوعية الأكل اللي احنا ناكله، لأنه كثير من الأشخاص يصابوا بالحموضة بسبب احنا عندنا عادات كثيرة مختلفة تأثر على زيادة الحموضة، منها نوعية الأكل والدهون، وكثير منها يكون كمان مختلط مثلا بدخان أو مثلا شاهي، وهذه كلها أحيانا القهوة ترفع الحموضة. ترفع الحموضة، أي ترفع الحموضة. وبالإضافة لأن كثير من الناس كمان يأكلوا ويقوموا يناموا أو يحبوا إنهم يريحوا، وهذا يزود الحموضة بالتالي يرفع دائما الحموض. وواحدة من الأشياء اللي دائما بتسبب السمنة بعد دكتور الأكل، النوم عقب الأكل عاد أنا خليني بلاش نجاوب على أشياء السمنة، بس أكيد إنها تسبب السمنة لكن كل واحد مننا. لكن المهم نبغى نأكد على شيء مهم جدا في حكاية الحموضة، في كثير من الأشخاص يقوموا بعمل يعني علاج لهذه الحموضة إنهم يشربوا حليب، وأنا أبغى أكد على صحيح. هذه حقيقة تصرف غير صحيح، لأنها هي حمض وانت بتحط عليه قاعدة، في كثير من الأحيان هذا يؤدي لزيادة الأحماض اللي تفرزها المعدة. يعني مو صحيح دكتور؟ لا والله الحقيقة ما هو أفضل تصرف انك انت تشرب حليب إذا كنت حاسس بالحموضة، المفروض انك تاخذ دواء للحموضة. والأدوية حقة الحموضة تنقسم لعدة أقسام، منها اللي هي تكون زي الشراب وهذا يعتبر برضو قاعدة، لكن الحل الحقيقي هو موجود في بعض أدوية اللي هي تقفل صمام المعدة بالإضافة إلى تقلل الأحماض، منها أدوية كثير منتشرة في السوق. والأفضل اللي يكون عنده حموضة مزمنة إنه لابد إنه يأخذ العلاج، لأنه للأسف الشديد الحموضة المزمنة إذا أهملتها ممكن إنها تسبب لبعض الأشخاص قرحة في المعدة، وهذا شيء يعني يأثر على المدى البعيد. نعم، حتى يمكن المرأة الحامل دكتور نزار ساعات ممكن يكون عندها حموضة. صحيح، بالذات في الشهور الأولى وبيأخذوا لها علاج. إحنا نبغى نأكد على إنها الحموضة مرض منتشر جدا في البلد، ويجب الاحتياط منه، ويجب إنه الواحد ينتبه إذا لا سمح الله كانت الحموضة عنده مستمرة، إذا لقى تغير في الله يكرمكم لون البراز أو شكل البراز لابد إنه يعرف إنه هذا ممكن يكون مختلط بدم، ولابد من مراجعة الطبيب. إذا لقى إنه الحموضة زايدة عنده بشكل كبير ولقى إنه وزنه بينقص لابد من مراجعة الطبيب. نقصان الوزن بسبب بشكل غير طبيعي، بشكل غير طبيعي، يعني مو انك انت مثلا بتتعرض لضغوط في العمل او عندك اكتئاب وما انت قادر تاكل، لكن نزول للوزن غير مبرر لابد من مراجعة الطبيب. دائما نزول الوزن الغير مبرر لابد من مراجعة الطبيب. هو ليش بيحدث النزول زي ما حضرتك بتقول انه يعني غير مبرر بينزل الشخص؟ دائما يكون في امراض تكون هي اللي مسببتها، يا تكون التهابات أو أمراض جرثومية مزمنة زي الدرن والسل والحمى المالطية، أو إنه لا سمح الله تكون أورام، أو إنه لا سمح الله تكون أمراض في المناعة.
اللي نبغى نأكد عليه من غير أي شيء، نزول الوزن بشكل غير مبرر بالإضافة إلى أنه يكون ما عندك أسباب تمنعك من الأكل، لابد من مراجعة الطبيب. هذا اللي بنأكد عليه، هذا اللي نأكد عليه. بيصير كثير يعني اختلاف أو لبس في الألم في المنطقة هذه، ما بين مرارة، ما بين حموضة، جرثومة معدة. صحيح، كثير بيخلطون مع أن المرارة أنا عارفة شنو ألم. ألم المرارة على الجنب هذا شوي. لكن نبغى نأكد على شيء، في كثير من الأشخاص الآن مثلا، أنت جبتي منطقة جدا مهمة اللي هي تحت القفص الصدري، وناس كثير يقول لك والله ما احنا عارفين، لا نبغى نأكد أن الوضع أصعب من كذا. البنكرياس هناك، القلب هناك، صحيح، المعدة هناك، المرارة هناك، في أشياء كثيرة ممكن تسبب آلام هناك. فعلشان كذا كون أنك تروح لطبيب يقوم يقول لك والله أظن أنه هذه حموضة ويدي لك دواء الحموضة، بعدها بأسبوع تروح لطبيب ثاني لما ما تتحسن تروح تطلع مرارة، ما هو غلط في الطبيب الأولاني، هو أدالك على الشيء الأكثر شيوعا. حلو. فإذا كنا بنأكد على أنه مو الأطباء يغلطوا، لا، في أشياء كثيرة موجودة في نفس المنطقة، بس تحتاج من طبيب لطبيب يكون أكثر وعي أنه يقدر يفرق ما بين الأمراض وبعضها. بس نبغى نأكد على الأشخاص اللي مثلا يدخنوا أو إنه يكونون فوق عمر 40، إذا جالوا الألام في هذه المنطقة بالذات مع المجهود، إذا كان يمشي أو يطلع درج، لابد إنه يأخذ احتياطه ويتأكد من القلب، لأنه القلب له منطقة الألم حقها كله ينعكس في أسفل الصدر. نعم، حلو. طب دكتور، يعني صراحة أنا سؤال أبغى أسأله، الإنفلونزا، يعني أنا من يوم الخميس إلين اليوم، يعني حتى يمكن صوتي مبين، الفلو مو راضي يتركني، الزكام، وتعرف يعني طلعوا أوبر، أنا ما أدري مدى صحتها أو لا، كنت يعني درجة نبي أخذها أن تقعد سنة كاملة، أن ما تجيك عدوى انتقال الإنفلونزا، حتى لو يعني عندك في البيت أقرب الناس لك مصاب فيها، ما أدري كيف ممكن نقي نفسنا. التطعيم حق الإنفلونزا من الأشياء اللي ساروا عليها نصايح مرة كبيرة، المفروض أنه يأخذ سنويا. أنا ما في أحد مثلا من أهلي، إذا أنت كنت بتعرف قديش أهمية هذا الموضوع، لازم تنظر لواحد مثلا مختص في الأمراض المعدية تشوف إيش يسوي هو. وأنا كل أهلي لازم يأخذوا تطعيم الإنفلونزا سنويا، لأنه من الأشياء اللي تقلل احتمالية انتقال الإنفلونزا، بالإضافة إلى أنه إذا جاتك تجي شدتها أقل. شدتها أقل. لكن علميا هذه السنة يعتبر الإنفلونزا التطعيم حقها أقل فعالية من السنة اللي فاتت، نظرا لأنه جات مختلفة. لكن مع كذا نبغى نأكد على أنه الإنفلونزا مرض فيروسي، ما قدامك إلا أنت أنك تصبري، المناعة لازم حتتفوق عليها. بس نبغى نأكد كمان أنه في بعض الأشخاص يقول لك أنا طول الوقت عندي إنفلونزا، غير صحيح، هذا ما هو صحيح. لازم يكون عندك حساسية مثلا في الجيوب الأنفية، يكون عندك حساسية في الأنف، لكن ما تكون إنفلونزا يقول لك أنا كل ما أغلق إنفلونزا جيني إنفلونزا، هذا كلام ما هو صحيح. حلو. شنو بعد أكثر الشغلات اللي بتجيك يعني قبل ما ننتقل للأمراض المعدية بالعيادة؟ أنت قلت لي يمكن الحموضة بسبب الأكل، إحنا ما شاء الله معروفين يعني إذا ما نحط بالذات على الغداء يكون شيء يعني دسم، ولا يعني بصراحة ما يحسون إنهم أكلوا. أنا معليش بس أبغى حجابك على سالي، بس علشان يعني في الإذاعة، إنه أنا أبغى أقدم اعتذاري الكامل لزوجتي. ليش؟ علشان زوجتي أرسلت لي مسج قالت ترك طعمت كل أهلك إلا زوجتك، فما أدري يمكن كنت متعنيها ولا شيء، لكن أبغى أقدم لها اعتذاري إني ما طعمت هذه السنة. هذه مو فيها بس اعتذار مدام نزار، هذه فيها شيء ثاني ترى بعد. المفروض وش معنى دكتور بعفو نزار ما طعمتها هي؟ والله بس سقط السهوة للأسف الشديد، يمكن كان مستحيل. هذه أهم شخص بيكون موجود في البيت، هذه عمود البيت. صحيح. على دراسة وزارة الداخلية هذه تعتبر. طيب إيش في خلينا نروح للأمراض، يعني هي في كثير أمراض باطنة. طيب رح نطلع فاصل سريع، لك رح نرجع نواصل معاكم، أي سؤال أو أي استفسار حابين تطرحون على الدكتور نزار بهاب الاستشاري أمراض معدية وباطنة من مستشفى الدكتور سليمان فقيه، كل عليكم بس أنكم تتشاركوا معنا على أرقامنا المعتادة STC، رح تكونوا على 84-7700 موبايلي 640-660 وزين 746-2-62 خط هاتفنا على 012-61-61-100. وأيضا شكر للي برتبتوا لحلقة اليوم من طبابة ألف، طبعا الأكاونتات موجودة عندكم آت ألف ألف أف أم وآت أيضا نزار بي وآت أمينة العبدالله A3M4E. فاصل رح نرجع نواصل، فأبقوا معنا. طبابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبدالله العيادة المسموعة. عودة من جديد مستمعينا الكرام، معكم أنا أمينة العبدالله بطبابة ألف، لكل اللي حابين يشاركونا في حلقتنا اليوم.
أي سؤال أو أي استفسار حبي تطرحون على الدكتور نزار باهبري استشاري أمراض باطنة ومعدية من مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، شاركونا على أرقامنا المعتادة STC يا اسمك يا مشكلتك، رح تكونون على 84770 موبايلي 640660 زين 7462622، أيضا خط هاتفنا اللي رح نستقبل اتصالاتكم عليه رح يكون على 012-61-61-100. وأيضا لا تنسون تشاركونا بأسئلتكم واستفساراتكم على صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف FM وآت نزار بي وآت أمين العبدالله A3M4A. دكتور نزار أبي أسألك عن شغلة، بما أنك يعني أمراض باطنة، أنا متأكدة 100% أن كثير من المرضى اللي بيجون العيادة لحضرتك يعني مستحيل، يعني بكل بيت سعودي، بكل بيت مو سعودي خليني أقول عربي بعد، الأعشاب بتكون موجودة عندهم، بيجونك أكيد من المرضى بيستخدمون خلطات معينة من الأعشاب بتسهل بتوقف الغازات أو بتسهل. ما شاء الله تبارك الله، الأعشاب لابد أنه كمان يعني أنا كطبيب أني لابد أني أعترف، كثير من الأعشاب والنباتات اللي موجودة حقيقة فعاليتها جدا جبارة وفعاليتها ممتازة، أنا لابد أني أعترف. إحنا ما نقدر نعرف في الطب الحديث كيف تشتغل، لكننا ما نقدر كمان نلغيها تماما، إنها جدا فعالة في كثير من الأمراض. في مثلا على سبيل المثال قشر الرمان ممتاز جدا في أمراض المعدة والقرحة والإسهال. في كثير من الأعشاب جدا مثبت إنها هي بتؤدي إلى نتائج جيدة. بالضبط، إحنا مثلا بنعرف إن النعناع بيخفف التوتر. صحيح. الزنجبيل دائما عادة بنستخدمه. الشاي الأخضر. بالضبط. صحيح. هذه كلها الأشياء مثبتة، لكن إحنا ما نقدر نعرف كيف بتشتغل، لكن حقيقة إنها مثبت إنها فعالة. الشيء اللي نبغى نأكد عليه إنه كثير للأسف الشديد بياخدوا أعشاب علشان شيء كمان للأسف الشديد صار منتشر في البلد اسمه تنظيف القولون. بالضبط. فياخدوا أشياء يقوم تخليهم يسهلوا اليوم أو يومين. والحقيقة هذه أثبتت كثير من الدراسات إنها شيء ضار، لأنها بيؤدي إلى القولون زي اللي بيفقد كثير من الخلايا منه بسبب الإسهال هذا، والقولون يبغى له وقت عبال ما يعمل خلايا جديدة يؤدي للامتصاص، فبيؤدي إلى بعض الناس بيحصل لهم أنيميا، وفي بعض الناس يسبب لهم مشاكل كثير في القولون. الحقيقة ما هو تصرف كويس حكاية تنظيف القولون هذا، الحقيقة ما هو بأي حال أحوال مثبت فيه أي فعالية. صحيح. ولا اللي يقولوا يخلص جسمك من السموم، ولا الحقيقة غير جيدة. بس يعني لو عند الدكتور يعني متمرس يعني بيعرف إنه كيف ينظف القولون، هذه ما أعتبرها مشكلة. ما في دكتور. أنا أبغى واحد دكتور يقول لي إيش معنى تنظيف القولون، إيش اللي يثبت علميا. والله أنا تكلمت عنه يا صراحة دكتور نزار، وبعرف بنات راحوا نظفوا القولون يقولون بيطلع سموم، بيطلع أشياء فعلا بتصدم. إيش يعني إيش هذا؟ بيخلص الجسم السموم بس. وبعدين بيرجع الإنسان يمارس حياته الطبيعية. يعني هذه كلها يعني هذه كلها من الأوهام اللي إحنا بنسمعها. يعني والله يعني ما أدري، يعني هو حلو، في ناس كثير يعملوا أشياء كثيرة تنظف القولون، الحقيقة أنا ما أعرف فيها. الصيام طيب، ليش سوي دايت، أقلب غذائك إلى صحي لمدة أسبوع، أشرب شربات، نزل. إذا أنت تبغى تريح القولون زي ما إحنا بنسوي في الصيام، الله سبحانه وتعالى أعطانا شهر وأعطانا. صحيح. في الأسبوع يوم أو يومين نصوم فيه، هذا يريح كثير، لكن مسألة إنك تأخذ أعشاب علشان تسهل تسهل تسهل، الحقيقة بتفرز كثير من السوائل بتخرجها، كثير من الأشياء، والحقيقة ما في حاجة أحد يقدر يقنعني بها إنها بتخرج. عشان كده بيصير هبوط في الضغط، بيصير عند يقول ما أقدر أوقف، ما أقدر أتحرك. طبعا الحقيقة ولا يعني ما في حاجة علمية تقول لك إيش هو هذا المثبت. الحقيقة ما في أحد في كندا سمعت إني غسل القولون، ما سمعت بالغسيل إلا هنا حقيقة. غسيل القولون هذا هو كل جديد راح تسمع هنا دكتور نزار. في شغلة أنا يعني قريتها دكتور نزار، ما أدري إيه هي صحيح ولا لا، إن دواء الكحة، عن دواء الكحة إنه يعني هو مجرد مسكن. أيوة. نبغى نأكد على بعض الأشياء. في الإنفلونزا الناس كثير يقوموا لما يروح يقوموا يدوا لهم فيتامين سي. بالضبط. أثبتت الدراسات كثير جدا من الدراسات إنه لا فعالية للفيتامين سي، هو ما في أي فعالية، ولا حتى أخذت من البرتقال كذا على طول ما في هذا، بس عشان أنت تحس نفسك أحسن يعني. لا يعني نوهم أنفسنا أزل. أيوة واللابس والاقتناع في مخك إنه هذا سيعمل لأنه يحسن من مناعتك. لكن حقيقة الدراسات أثبتت إنه لا يقلل أيام الإنفلونزا، ولا يقلل إنها تجيك،
ولا يقلل أيام السخونة ولا إنه يمنع مضاعفات الإنفلونزا، ما يسوي ولا حاجة. معقول فيتامين سي؟ ساعات أيوه. إحنا ولا... نحطها حتى مع الليمون أيوه. عشان والعسل و... ما في مشكلة. إذا جيت يعني إذا جيتين يعني للعيادة إيش تبغيني أخرجك بإيش، أقول لك خدي بنادول، تقولي لا، فلازم يعني لازم أديك حاجة فيتامين سي. تقولي لي أخذ فيتامين سي، أقول لك خدي فيتامين سي. هتقولي لي أبغى دواء الكحة، أنا بكح، هقول لك الكحة تأخذ وقتها وتروح. هتقولي لا أبغى دواء كحة، هديك أحيانا دواء كحة، مع أنه أثبتت الدراسات غالبيتها أنه الدواء غالبية أدوية الكحة كل اللي في السوق ما تسوي ولا شيء في الكحة. كل أدوية الكحة ما تسوي ولا شيء في الكحة، بس مهدئة مثلا. فقط في نوع أو نوعين من الأدوية، وكمان ما هي موجودة في كل الصيدليات، هي اللي تساعدك على النوم، بحيث أنك أنت بالضبط. الفائدة الوحيدة من دواء الكحة هو الدواء اللي موجود فيه منوم بسيط، بحيث أنه يساعدك على النوم في الليل عشان لا تكح. هو بصراحة هو الدواء الكح يعني معروف إن أغلب الأمهات بيعطون أطفالهم أيوة عشان يعني ينامون عشان ينامون أو إذا عندها مناسبة ما في مشكلة صحيح إيه، لأنه ما في صاد فكت يعني مضر. لكن كدواء للكحة نبغى نأكد إنه يقلل الكحة ما ولا ما في. سمعتوا هالمعلومة أنا بعتبرها صراحة معلومة صادمة، بدأت فيتامين سي دواء الكح أنا عرفته من زمان إنه يعني خير شر إن واحد ماكو، بس إن فيتامين سي هذا اللي كان صادم بالنسبة لي. خليني أنتقل لنقطة مرة مهمة، خليني ننتقل بما أنك ما شاء الله استشاري أمراض معدية، ننتقل للأمراض المعدية. رح أركز أنا على يمكن الهيربس. طيب مرض الهيربس، الهيربس ممتاز. هو له أنواع صح دكتور؟ الهيربس له أنواع كثير وله أولاد عم كمان يعني. أولاد عم بقى. أي. طب نتعرف على العائلة الأساسية. العائلة الأساسية. سو العائلة الأساسية الهيربس له نوعين، هو المنتشر جدا رقم واحد ورقم اثنين. وكانوا زمان يقولوا إنه رقم واحد هو اللي يجي حوالين الفم، اللي يسموه بعض الناس الحبوب حقة الحرارة. ما أدري. برا الفم ولا جوة الفم؟ في بعضها جوة الفم وفي بعضها الكثير اللي يكون واضح برا الفم عند الشفة، تكون كم حبة بيضة فيها بعض الأحيان ماء زي الماء كذا أبيض، وتكون تسبب ألم حرقان يحرق، وهذه كانوا يسموها حبوب الحرارة. وفي بعض الناس يسموها حبوب البطن او شيء زي كذا. حبوب البطن ايه الحقيقه لا، حبوب حراره وحبوب بطن، هذا هرب يعني. خلونا نسمي الاسماء بمسمياتها، هذا هرب. لا احس هذه الحبوب اللي تحكي عنها هذه اغلب الناس عندها دكتور، يعني المهم بخلاف اللي عندهم. طيب لحظه بس بقول لك شيء. لا انا لان مره استضفت استشاري اسنان قال في اللي بتطلع يسمونها، يا ربي نسيت اسمها، اجيب اسمها اللي هي القرح، هذه القرح حقة الاسنان اسمها القلاع. ايوه القلاع. طيب الحمى القلاعيه تمام، هذه صحيح، هذه تيجي على شكل قرحه، احنا نبغى ناكد هذول يجوا على شكل حبوب. بعدين جوا الفم يقوموا يسووا قرحه. بس الالم حقها اكثر بكثير من القلاع هذا. يعني اللي مؤلمه إيه، عشان الناس لا تخاف الحين دكتور نزار، يعني الفرق بين القلاع الحمى القلاعيه او القلاع اللي بتطلع البيضه في الفم وعن الهربس، ان الهربس بتكون جدا مؤلمه. ايوه وابغى اكد هذيك فيها كثير ابيض، هذه تيجي الحبه حقتها كبار وبعدين يجوا كأنهم داخلهم سائل، يعني كأنهم فيهم ماء بسيط، الصور حقتها موجودة في كل مكان. انزين المهم إنه هذه اللي تيجي على طرف الفم، إذا كان عندك هربس رجاءً قلل البوس في هذاك اليوم، يعني لا تفضل تسلم على زملائك في العمل وتسلم على كل هذا، وبعدين لأنه الهربس من الأشياء اللي تنتقل بسرعة. فتلاقي كثير من الشعب ترى انتقلوا أحيانا الهربس بس ما بان عليه، لأنه للأسف الشديد بس المصافحة ما تنقل. لا ما المصافحة، بس إحنا حتى بعض الأشخاص يقوموا يحطوا لصقة يعني مثلا حقة الإجراح حوالين الفم، يقوموا برضهم الناس يسلموا عليهم، يعني هو باين إنه بيحاول إنه يتحاشى الناس يشوفوها، فمو لازم تسلم عليه هذاك اليوم. صحيح، يعني خففوا من حكاية السلام، الحقيقة السلام نقل لنا كثير من الفيروسات. صحيح، عشان كذا في الغرب ما يبوسون، يستغربون لما يشوفونا نبوس. أنا أظن الحقيقة إنه السلام الأخوان اللي من السودان يعتبر السلام المفروض اللي يتبناه الأمة العربية، لأنهم يلمسوا الكتوف من غير هذا يعني الأنف وال. بس الأسلم السلام الياباني دكتور من بعيد. عاد يعني هذا يكون الأفضل. لكن الهربس صحيح هذا النوع الأول ومنتشر عند الناس كثير، وللعلم نبغى نأكد على إنه يطلع أكثر ساعة ما يكون البني آدم يمر بمرحلة توتر، يعني مثلا قبل الامتحانات. واحدة من أكثر المشاكل اللي تحصل في الهربس تجيني وقت العيادات، إنه تكون البنت مثلا عروسة
وما عمره طلع لها الهربس، وقبل الزواج في هذيك اليومين الثلاثة اللي الأعصاب جدا مشدودة، فيقوم بسبب التوتر هذا يرجع يطلع لها ويدخل في مشكلة إنه كيف حتتزوج بعد يومين، وهذا باين في وجهها، وكيف مع التصوير. ونبغى نأكد على إنه له علاج، بس المهم إنك ما تتأخر في العلاج. له علاج بس إنه ما يتأخر. يعني بس إذا طلع الزواج كيف تتزوج دكتور يعني؟ هي تتزوج بس يبغى لهم شوية حماية لمدة كم يوم، يعني يبغى لهم 5 أيام يهدوا شوي. يعني الفترة بس اللي بتطلع فيها الحبوب 5 إلى 7 أيام يبغى لهم عبال ما يأخذ العلاج. بس نبغى نأكد عليها، إذا طلعت الحبوب للأسف الشديد، للأسف الشديد غالبية حبوب الهربز اللي تطلع، الناس عامة في المجتمع يتأخرون في علاج. يتأخروا. الأفضل إذا أنت كنت تبغى تحصل على أحسن نتائج للعلاج إنك أنت تروح تعالج الهربس في أول 24 ساعة. حلو زين. وبعد بس يروح دكتور ولا يروح ما؟ لا لا ما يروح تماما، يرجع يطلع كل بعد فترة وفترة، يختلف بس ياخذ وقت يعني ياخذ أيوة. لا لا وبعد طيب. كذا بنسوي كمان في شيء مهم بعد كذا، بنقول لهم إذا بدأت تحس بي زي التنميل إنها حتطلع، لأنه الناس اللي يجي لهم هربس يبدأوا يتعودوا عليه، يبدأ يأخذ الدواء بحيث إنه ما يطلع. أيوة ممتاز. بس المهم هو العلاج بسرعة، لأنه للأسف الشديد هو المشكلة في الهربس هو التأخير. التأخير بس إذا أخذ يعني سواء المرأة البنت أو الشاب إذا أخذ ما ممكن ما ينتقل للشخص الآخر، يقلل نسبة انتقاله بشكل كبير. طب لو العلاقة الحميمية يعني مثلا ما صار فيها يعني الممارسة خلال فترة تواجد الهربس بعدها غالبا عادي، بس ما زال ممكن إنه يكون حاصل. ممكن يكون حاصل. احنا رح نطلع فاصل سريع دكتور نزار، لكن اكيد رح نرجع نواصل معكم ومع مستمعينا الكرام لكل اسئلتكم واستفساراتكم اللي حابين تطرحونها على الدكتور نزار باهبري استشاري امراض باطنه ومعديه من مستشفى الدكتور سليمان فقيه. شاركونا على ارقامنا المعتاده عبر الاس ام اس مشتركي الاس تي سي، رح تكونون على 8477700 موبايلي 640660 زين 7462622. بالنسبه للخطوات المباشر المجاني 012-61-61-100. ايضا لا تنسون تشاركونا بأسئلتكم واستفساراتكم على صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على آت ألف ألف أف أم وآت نزار بي، وأيضا آت أمينة العبد الله إيه 3M4E. رح نطلع فاصل سريع لكن رح نرجع نواصل، فأبقوا معنا. طبابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله العيادة المسموعة. دكتور نزار، احنا لما دخلنا بالامراض المعديه تكلمنا عن الهربس وقلت في 3 أنواع، اخذنا اول العائله الرئيسيه اللي بتكون حولين الفم الحبوب. ايوه. وفرقنا بينهم ما بين القلاع عشان لحد يكون عندها. هي رقم 2، لا هي الهربس نفسه 1 و2. 1 و2 طيب. 1 و2، الثاني هو اللي يكون نفس الحبوب بس موجوده في الاعضاء التناسليه. وهذا كمان ما هو يعني ما هو منتشر، معروف وموجود. ودائما يكون عندي يعني مرضى او ناس يجوا يشتكوا منه، وللاسف الشديد يفضلوا يتكلموا طيب احنا دحين شباب كيف حنتزوج؟ بالضبط هذا السؤال انه مريض الهربز ما في شيء يمنع الزواج، يمدي انه ياخذ العلاج. ممتاز. ويمدي انه يبتعد عن زوجته، او اذا كانت هي مصابه، احيانا كثير من البنات يكونوا مصابين، لانه للاسف الشديد احيانا يكون بعض الكبار مثلا في السن، على سبيل المثال بعض الكبار في السن يكون عنده هربز في الفم، ولما انت كنت صغير مثلا على سبيل المثال كان بيلعب في الحبوب هذه، وبعدين مثلا الله يكرمك وداك الحمام، فكون انه بيغسل لك او شيء يقوم ينقل الهربس هذا الى المنطقه التناسليه. ممكن حتى الخدم يا دكتور. نعم. كل الاطفال في ايادي الخدم. عندي 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 بنات كثير لم يحصل لهم اي علاقات والحقيقه مصابين بالهربس، وهذا ما يمنع. احنا بنقول لهم تاخذ العلاج، وفي علاج احيانا يقلل إذا كان الهربس يجي لهم مرات متكررة في خلال السنة، ندي لهم علاج لفترة طويلة ونتأكد إنه هذا يقلل احتمالية إنه يرجع لهم. أنا جدا شكرت لك دكتور. أيوة. فاللي نبغى نأكد عليه بس هي حاجة واحدة، على إنه العلاج موجود، ولا ومو معنى إنك أنت مصاب بالهربس كأنك تعتبر إنه حياتك وقفت أو ما يمديك تتزوج. أنا للأسف الشديد أنا يمكن يدخلون الحين في يعني في صراع نفسي، أنا حياتي انتهت خلاص. أيوة. ما عاد أقدر أتزوج، ما عاد أقدر أخلف. بعد يعني الشيء أنا يعني متأكد أنهم يدخلون في صراع نفسي رهيب. وللأسف الشديد في بعض الأشخاص للأسف الشديد اللي متزوجين جدد يتضاربوا مين اللي جابوا للثاني. والحقيقة للأسف الشديد أنا أعتبر إنهم كأنهم هذول الأشخاص بينهم مشاكل، بيحاولوا يدوروا على
مشكلة أكبر عشان يتضاربوا حوالينها أو يدفعهم للطلاق. لكن حقيقة المتعقلين لازم يعرفوا إنه الهربز مرض يمكن علاجه، ممكن إننا تتعايش معاه وصحيح أحيان وتزوج وعيش حياتك طول ما إنه يكون شخص فاهم بيعالجك. حلو تمام. طيب في نوع آخر ولا؟ إيه في هذولا الهربز الأساسي اللي الناس يعرفوه منهم هرب. لكن في مثلا ولد عمهم، إيش ولد عمهم هذا؟ أولاد عمهم هذولا ترى يعني عشان نأكد من الأشياء اللي كانت تيجي مثلا زي العنقز وزي اللي يجي الحزام الناري. الحزام الناري اللي يجي للكبار هذولا، هذا الحزام الناري هربز. هذا هربز دكتور؟ من عائلة الهربز. نعم. والعنقز؟ لا تقولي العنقز. كلهم من نفس العيلة. بس بفهم كلهم. أنا عنقزت. لا بس ما في مشكلة. كل الناس عنقز. بس أنا قصدي كلمة الهربز، كلمة الهربز بس الناس مسمينا عندنا عدة أسماء يبعدوا عن الهربز. إنزين. لكن هم كلهم أولاد عم في الهربز. طيب. هذا الأولاد يعني سمعتوا العنقز هو. لا بس أبغى أكد على إنه الحزام الناري. للأسف الشديد ألمه بيجي كبير جدا عند الكبار في السن. نبغى نأكد على إنه الحزام الناري له تطعيم الآن. وتطعيم يؤخذ في عمر 50 أو 55 علشان نسبة إنه يجي للكبار في السن أكبر. ممتاز. الحقيقة تطعيم مهم جدا. بالإضافة إلى في أولاد عم الهربس كمان في ناس يطلع لهم أتاليل. زي أتاليل أحيانا تطلع في اليد، أحيانا تطلع في مكان تكون هذه برضها هربس. طيب. أو أحيانا تكون عندهم أتاليل في الأعضاء الجنسية وهي اللي نبغى نأكد عليها. في بعض الرجال أو بعض السيدات بيكون عندهم أتاليل أو أجزاء كده بيضة شديدة ما توجع، تكون هذه تكون من أنواع الهربس اسمها HPV. ما هو معروفة. أيوة. والHPV هذا من اللي يسبب للأسف الشديد في نوعين منه اللي يكون يسوي احتمال لسرطان عنق الرحم. أو إنه يسبب الأتاليل. بعض الأشخاص يكون عندهم هذه الأتاليل في المنطقة الجنسية. يتزوج هو يكون ما يعرف، تكون جاته هو صغير. أحد للأسف الشديد نقل له هو عن طريق اليد أو عن طريق شيء وهو صغير ونما وهو ما يعرف إنه هذا شيء غير طبيعي موجود فيه. بعد ما يتزوج يقوم ينقله لزوجته. لما يصير في زوجته نفس الأتاليل يقوم يبدأ يستغرب إيش هذا، وهي تبدأ تستغرب ويطلع إنه هو انتقل لها عن طريق زوجه. عشان كذا الآن بسبب انتقاله الشديد والسريع له تطعيم كمان مهم. والتطعيم هذا يقلل من احتمالية الإصابة بسرطان عنق الرحم ويقلل احتمالية الأتاليل هذه إنها تنتقل من واحد للثاني، سواء هو من رجل لمرأة أو مرأة. وعلشان كذا صار في تأكيد، يعني في حث كبير في الدول الأجنبية على إنه كل البنات موجود. طيب. موجود في السعودية موجود التطعيم. هذه تطعيمة الهربس كده اسمها ولا اسمها تطعيمة HPV؟ طيب هذه أي سن ممكن إلى عمر 14. الآن في حتى يعني بعضهم إلى عمر 40. في بعض الحالات اللي تجيني إلى عمر 40 بقدر أطعمهم. حلو. ممكن يأخذونها يعني. أيوة. يعني مثلا أنا بنتي ممكن أعطيها، أنا ما أدري بكرة في المستقبل من تتزوج دكتور. هذا هو الوعي يقول مدام عندك بنت أو حتى ولد أنت ما تعرف إيش يسوي في المستقبل. بالضبط. مدام هو التطعيم موجود أنت ما إيش يدريك ولدك ولا بنتك إيش يسوي في المستقبل. أعطيهم هذا عشان على الأقل فيروس تقدر بإذن الله تحمي انتقاله إليه. نعم. ما فيها شيء يعني لو الواحد يروح العيادة يقول أنا أبغى التطعيم حماية أو لأولاده، يعني ما هي مشكلة يعني. بالذات إنه في منطقة حساسة وكويس إننا نمنع وجود هذا الشيء موجود فيها. فعلشان كذا والله من التطعيمات اللي جدا 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 مهمة. نعم. يعني هذا هون نتمنى أن يكون في عندنا وعي، يعني نحمي أولادنا نحمي بناتنا خاصة. بعد يمكن أنا قبل في طاقات أتكلم أنه عن الابتعاد، كثير من بناتنا وشبابنا بيطلعون أكيد أنه بيحتكون مع الأجانب، ما ندري يعني الاحتكاك هذا إيش يصدر منه، لكن نتمنى أنهم يأخذون التطعيمة هذه مرة في السنة دكتور. واحدة لا هي ثلاث مرات على مدار 6 شهور. أوكي. بس للعمر خلاص للعمر. جميل.
يلا رح نطلع. قبل نطلع الفاصل رح نبدأ نستقبل اتصالات دكتور نزام. يقول بسم الله اللي حابين يشاركوا معنا في موضوع اليوم عبر الاس ام اس، تزوري سؤالكم او اسمكم ناخذ مشاركه هاتفيه استي سي على 8477700، موبايلي 6406660 زين 7462622، وخط هاتفنا اللي حابين يكلمون الدكتور نزار باهبري استشاري امراض باطنه ومعديه من مستشفى الدكتور سليمان فقي بجده على 012-61-61-100، وايضا صفحتنا بتويتر والفيسبوك على @الفلفم وات نزار بي. اللي عنده اسئله يحس انها محرجه ممكن على اكاونت الدكتور، والدكتور اكيد رح يرد على كل استفساراتكم. ناخذ اول مشاركات فيها معنا اليوم، نقول مساء الخير. هلا السلام عليكم. يا هلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخوي. معك عبد الله البرشام. حياك الله يا عبد الله، تفضل. ممكن اكلم الدكتور؟ اكيد. يا دكتور، بالنسبه للاخصائيه الباطنيه او الجراحه، ما توصف العلاج بتغيير البنكرياس او توسيع عند المصابين بمرض السكر؟ زراعة البنكرياس هذا يعني دحين يعتبر حاجة حديثة بإذن الله، بالعكس في عام 2014 الآن بإذن الله نتأمل بإذن الله أنه راح يكون في تطور كبير في السنين القادمة إن شاء الله. لكن لا ما يمنع أن السكر اللي إذا الواحد التزم بالعلاجات والإنسولين يقدر أنه يحافظ على نفسه إن شاء الله. شكرا لك عبد الله، سلامتك إن شاء الله ما تشوف شر. أيضا تقول أنا حامل في الشهور الأخيرة بشعر بالحموضة وبتشرب ماء الصود الصوديوم بتشعر بالراحة، يقول بسبب مشاكل زوجة الدار محمد مأمون عبد المجيد. يا محمد، إذا هي في الشهور الأخيرة من يمديها إنها تأخذ علاجات زي الزنتاك آمن على الجنين ويقلل الحموضة بشكل كبير، وما يمنع إذا كان جدا شديد إنها تأخذ علاجات كمان بالإضافة إلى الزنتاك برضها مدام في الشهور الأخيرة يمديها إنها تأخذ أشياء، بس لا تخلي الحموضة تتعبها بأي حال. نعم. أيضا محمد طباح يقول دكتور دكاترة عندي حموضة وصفوا لي أستخدم دواء هيبسيك أو صح أو سيفن مع كومبي الظاهر الشهر وما أقدر أوقف، يقول الظاهر الدواء بيطلع قلاع بالفم، يقول بضل أشرب الدواء طول العمر. إيه في بعض يقول بيأثر أيضا جنسيا يعني في لا حقيقة في بعض الأشخاص اللي يكون عندهم الحموضة حيحتاجوا دواء الحموضة لفترات طوال حياتهم نظرا لأنه يكون في ضعف في المريء، وبالتالي يحتاجوا دواء الحموضة ما لم ينزل وزنهم أو يبتعدوا عن يعني شو اسمه الأشياء اللي تزود لهم الحموضة من أكل أو شرب. أما غير كذا أيوة في كثير من الأشخاص ممكن يستمروا على دواء الحموضة للعمر. أنا شخصيا أشتكي من الحموضة ولي 13 سنة أخذ العلاج كل يوم. سلامتك ما تشوف شر. الله يخليك. نرجع للمشاركات الهاتفية، نقول ألو. السلام عليكم. يا هلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. محمد من مكة. يا هلا والله يا أم محمد. اسمحت أبغى الدكتور. تفضلي دكتور نزار مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير، كل عام وأنتم بخير. وأنتِ بخير. موضوع خارج عن هذا، لو سمحت إيش أعراض جرثومة المعدة وهي معدية وإيش علاجها؟ بس. يلا شكرا لك يا أم محمد. طيب. يا محمد، جرثومة المعدة تسبب آلام في المعدة يعني في رأس المعدة تحت القفص الصدري، تكون آلام شديدة لفترات طويلة، حتى إذا أخذت دواء الحموضة يقوم يقول لك والله حتى أخذت دواء الحموضة وما تحسنت. والجرثومة حقة المعدة لابد من التأكيد إنه لها تحاليل، واحد من التحاليل عن طريق النفس، وفي تحاليل عن طريق الدم، وكمان في تحليل ممتاز جدا الله يكرمكم عن طريق البراز، أخذ عينة من البراز. إذا أثبتت ساعتها علاجاتها يعني في أكثر من مضاد يأخذ، وبإذن الله نسبة علاجها كبيرة جدا، ممكن أنك تأخذيه لفترة من الزمن وبعد كذا تروح بالمضادات كل هذه الأعراض. نعم. بس ما تطلع على طول جرثومة المعدة لأن الناس كثير بتخاف منها دكتور. أيوه، بس نبغى نأكد على إنها تنتقل من واحد للثاني جدا جدا صعب إن لم يكن مستحيل، ونبغى نأكد على إن رجاء لا أحد يأخذ علاج جرثومة المعدة ما لم يكون مسوي التحليل حق الجرثومة متأكد من وجودها. والتحليل موجود. الزبادي ومع الخل وما أدري إيش كلها بتهدي هذه أو كلها تهدي الحموضة. لا بس ما تعالج الحقيقة الجرثومة بكتيريا، والبكتيريا يبغى لها مضاد. يبيلها مضاد.
رح نطلع فاصل لكن رح نرجع نواصل معاكم مستمعينا الكرام مع الدكتور نزار بهبري استشاري أمراض باطنة ومعدية. أسئلتكم استفساراتكم اللي حابين تطرحونها الدكتور نزار يلا يا اسمك يا طبعا مشكلتك على أرقامنا المعتادة الاسمس مشتركي الاستي سي رح تكونون على 8-4-7-7-0-0 موبايلي 6-4-0-6-6-0-7-4-6-2-6-2. بالنسبة للخط هاتفنا المباشر على 012-61-61-100 وإذا لا تنسون تشاركونا بصفحتنا بتويتر والفيسبوك على @FFM وآت نزار بي وآت أمين العبد الله A3M4E. خليكم على هواء أثير موجتنا موجتكم السعودية ألف ألف أف أم. فاصل ونواصل. طبابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله العيادة المسموعة. نرجع للاتصالات دكتور نزار. أهلا وسهلا. يلا أنت اللي خذ الاتصال الجاي يلا. يا مرحبا. ألو. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نبغى نكلم الدكتور. تفضل يا أخي أنا معك. الله يعطيك العافية. كيف حالك يا دكتور؟ الله يكرمك الحمد لله. كيف حالك أنت؟ الله يسعدك يا رب بخير. الله يسلمك يا رب. دكتور أبغى أستفسر. أنا دائما تطلع لي تقرحات في الفم. نعم. وهذا مع توتر ولا ما هم من غير توتر؟ لا ما يكون في توتر. طيب وانت تعاني من اي مشاكل في الحموضة او شيء؟ فيه نعم. طيب يبغالك انك تاخذ فترة دور الحموضة تتأكد وبالاضافة لانك تشوف دواء يعني وقت التقرحات لابد ان يشوفك طبيب يعني حق اسنان يتأكدوا. نعم. ورقت على كلامك يا دكتور. رحت عند كذا دكتور ما في قالوا لي هذه تطلع بدون سبب في الفم خاصة انها مؤلمة يعني تطلع بشكل مستمر. ايوه هذه في نوع كذا اسمه افتس ألسر هذه للأسف الشديد ايوه تتكرر ويكون ما لها سبب بس بعض الأحيان إذا طورت يكون لها أسباب مناعية يعني يكون لها أمراض مناعية فالواحد يبغاله ينتبه. نعم. طيب زيش يعني ممكن يعني في أكل مثلا أو في أدوية أستخدمها؟ لا والله ما يبغالك ولا شيء بس يبغالك تأخذ دواء الحموضة وجرب كيف إذا التزمت بدواء الحموضة لمدة 30 يوم. إذا قلت احتمالية أنها تجيك هذه التقرحات معناها أن الحموضة بتأثر عليها فيبغالك تنتبه بالإضافة إلى نظافة الأسنان. نعم. سلامتك. طيب معلش على الإطالة بس دواء الحموضة اللي هو اللي أنا بالعادة أستخدم اللي هو لا تقول أسم إحنا ما نقدر معلش أسماء شركات يا أخوي معلش أنا أعتذر منك. طيب رح رجعوا دكتور على حكاية ال عن حكاية يقول لك الحبوب يقول بنحط عليها طحينة. أيوة صح صح هم الناس بيحطوا عليها أشياء كثيرة بس هي وعطوت وما نعرف إيش هي لو ما حطيت عليها ولا شيء حتروح بعد 5 أيام فأنت بس بتحط أشياء كذا أنت تعتقد أن لكن حقيقة اللي نبغى نأكد عليه إنه الدواء أكثر فعالية من هذا كله. الدواء إذا أنت بدأت بشكل صحيح يمنع تفاقمها. الدواء إذا ابتديته قبل ما تطلع الحبوب وإذا عرفت مكانها تقلل إنه تطلع لك. الدواء مهم جدا. ممتاز. عادل صائخ أيضا بيسأل يقول يا دكتور لو تكرمت بس تقولنا أسماء التطعيمات بالنسبة للأثاليل هل يتم استئصالها ولا يكفي التطعيم؟ اللي عنده الأثاليل ما عاد خلاص ياخذ تطعيم. فإذا كانت بالذات هذه الأثاليل بس يبغاله يطعم زوجته يطعم زوجته أو بنته فهمت كيف؟ لكن اللي عنده الأثاليل خلاص هو عنده الفيروس ما يبغاله تطعيم. أما الحزام الناري فالحزام الناري الحزام الناري أصلا يمديكم أنكم تروحوا لأي عيادة تكون متخصصة في هذه التطعيمات يمديها حتلاقوا التطعيم حق الـ HPV اسمه HPV حتى لو أنتوا قلتوا لهم حق سرطان عنق الرحم كل الدكاترة يعرفوا كل الدكاترة. نعم سهل. بالنسبة للبنات هذا كل الناس يعرفوا التطعيم حق الحزام الناري اسمه تطعيم الحزام الناري ويأخذ للأشخاص اللي فوق 50 أو 55 سنة. نعم. ناخذ اخونا تركي القحطاني. الو يسعد مساك. الو الو حضرتك على الهواء. طيب ايضا باخذ تعليق واحد من اخوان خضر الضوء بيقول من رايي العلم هذه طبعا حقول اذا استسلمت للغضب والقلق واليأس اصبحت عرضه للقولون والسكر وامراض المعده فهي امراض لا علاج لها الا المحبه. نبغى ناكد على كلامه ما في كلام أي شيء غلط. الحقيقة كل التوتر يسبب كل هذه الأمراض صحيح وكل المحبة
تلغي كثير من هذه الأمراض. صحيح، ما هي أصلا الأمراض العضوية مرتبطة مع الأمراض الغير عضوية، وهي ما بيجيب لنا السكر والضغط إلا الزعل والكدر والخنقات، هذه يعني مسببات الأولى دكتور نزار. طيب اتحادي 88 يقول دكتور عندي ارتفع السكر علي أمس، إيش العلاجات اللي بتنصحها لي؟ يعني هو حاط يعني حتى حاط في تويتر حاط التحليل حقه صراحة. إذا 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 هو مصاب بالسكر، إذا كان التحليل جدا عالي يبغاله إنه يراجع أقرب مستشفى، ما في أحد يقدر يعالج بالسكر. وإذا هو كان يأخذ إنسولين يبغاله يراجع طبيب. الحقيقة أنا ما أنصح بعلاج السكر بس بالشكل هذا. طيب ناخذ اتصال، ناخذ اتصال. يا هلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي. لو سمحت بس استفسر من الدكتور. تفضل. إيش الفرق بين هل يوجد هربس للأطفال خاص؟ يعني مثلا أنا عندي بنتي إذا طاحت تطلع لها زي الحبوب البيضة كذا على شفايفها أو شيء زي كذا. لا هل هذا هربس أو شيء؟ لا هذه في بعض الأشخاص هذه تطلع لهم أحيانا حتى إذا حكوا نفسهم أو انجرحوا تطلع لهم، لكن هذه ما لها دخل بالهربس. الهربس يجي في أماكن يعني معينة ودائما يتكرر بنفس الشكل. نعم. طيب على السريع دكتور تقول لنا بس أرقام الـ SMS. أرقام الـ SMS STC 847700 وموبايلي 640660 وزين 746262. حط هاتفنا على 012-61-61-100. ناخذ مشاركة هاتفية نقول ألو. 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 ألو، كلام الدكتور. تفضل أخوي. تفضل. ألو. نعم. معي دكتور. هي تفضل. دكتور أبغى بالنسبة أحيانا بتجيني كذا عملية البلع، أحس زي لما خاصة في التنشن، يعني أحس كذا ضيق إنه الأكل ما بينزل. هذا مو دائما يعني، خاصة إن يكون في توتر أو شيء في عملية البلع. يعني هل هذه مشكلة من المريء ومين أراجع فيها؟ أي تخصص أقصد؟ أفضل. صحيح، هذه ممكن إنها تحصل، يحصل زي انقباض في المريء كذا فجأة، وهذا كأنه يوقف البلع. والأفضل إنك تراجع طبيب جهاز هضمي علشان هم اللي يقدروا يسووا كل المناظير أو الأشياء اللي يقدروا يسووها علشان يتأكدوا من وجود هذا الشيء. نعم، نأخذ مشاركة ثانية بعد نقول ألو مساء الخير. ألو. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اسمك الكريم؟ أنا أبو أحمد. أبو أحمد تفضلي. أبو أحمد دكتور نزار معاك. ممكن مساء الخير دكتور. تفضل. ألو السلام عليكم دكتور. تفضل. حضرتك يا دكتور أنا تعالجت من الجرثومة ممكن حدود 4 شهور لـ5 شهور. نعم. وزي ما حضرتك تفضلت قلت عن طريق تحليل الدم. نعم. بس لما أتعصب يعني أنا دلوقتي فرقت يعني فترة النقاء اللي هو باخد 14 يوم فترة نقاء بقى بعد كده أروح أعمل تحليل دم ثاني. نعم. بس الأعراض ما عادش ترجع لي زي الأول، بس الأعراض بدأت لما أتعصب مثلا الأعراض بتاعت المعدة زي ما حضرتك تفضل من تحت القفص الصدري يعني ألم مزعج جدا. أنا الحقيقة أقلل أبغى أكيد لك على إني أقلل من احتمالية إنه جرثومة المعدة ما زالت موجودة، واللي أنت تقوله هذا مع التوتر ممكن تكون زيادة في الحموضة أكثر من جرثومة المعدة. جرثومة المعدة مو بس تجيك، يكون في كثير من الأحيان مستمرة، وأنا أفضل إنك ما تعيد تحليل الدم. أنا أفضل إنك تعيد تحليل الله يكرمك البراز، لأنه إذا عملت تحليل البراز وطلعت معد هي موجودة هو من أفضل التحاليل اللي الواحد يقدر يتابع بعد ما ياخذ العلاج اكثر من تحليل الدم. الرجاء انك تسوي تحليل البراز الله يكرمك. نعم شكرا لك اخوي، احنا الوقت داهمنا دكتور نزار، انا جدا سعدت بتواجدك اليوم. شكرا لك يا امينة، يعطيك العافية. ان شاء الله يكون الناس استفادوا باذن الله. نبغى ناكد على وجود التطعيمات، ونبغى ناكد على رجاء الهربز ما يعتبر نهاية العالم، ونبغى ناكد على انه العلاج موجود، بس تتاكدوا رجاء من انه تكون عند شخص يعرف يعالج هذه الحالات، بالإضافة إلى أنك بتأخذ العلاج الصحيح في الوقت المناسب. وبإمكانهم سواء شباب أو بنات يتزوجون، ما هي يعني أيه. مستحيل الزواج. وكالعادة يا أمينة أنا أبغى أكد على أنه اللقاء دائما معك يعني بقمة في الروعة، وشكرا لك الحقيقة دائما تثيري أي نوع من النقاش، فشكرا جزيلا لك. أكيد راح أكون رائعة طالما الدكتور اللي أمامي رائع، تسلمي الله يخليك، يعني بيزيدني بروعة. الله يكرم. شكرا للمستمعين كلهم. شكرا لك مستمعين الكرام، الكل اللي حابين يتواصلوا مع الدكتور نزار بهبري الأكاونت حقه، يعني بالذات إذا كانت عندكم أسئلة شخصية، أسئلة مو حابين أنكم تقولونها على الهواء، راح تلاقون أكاونت موجود بتويتر على @nizarbi. وأيضا بإمكانكم تراجعونا بعيادة الخاصة بمستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة. كان اليوم معنا الدكتور نزار بهبري استشاري أمراض الباطنة ومعدية.
أكيد كل الشكل اللي خليت تواصلوا معايا اليوم بالساعتين سواء بساعة طاقات بلا حدود أو بساعة طبابة ألف سواء عبر الـ SMS أو مشاركاتكم معانا على صفحتنا بالفيسبوك وتويتر وأيضا عبر خط هاتفنا المباشر والمجاني. كانت معي من خلف الإخراج والهندسة الصوتية بدوى بوكس. نظروني بكرة من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا من خلال طاقات بلا حدود. كنت معاكم أمينة العبدالله. فمان الله.